أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج جمل دارك، البرنامج اللي يساعدكم بمفاجأة أحد أفراد عائلتكم أو أحبائكم بتغيير المساحة الخاصة فيهم. خلال غيابهم عن المنزل نقوم بتغيير الأثاث وألوان الجدران وتركيب الإضاءة والإكسسوارات، وكل شيء بيتم تغييره إلى ما يحتاج أو يحلموا فيه الأشخاص اللي تفاجئونهم، وهذا كله بيتم بساعات قليلة. مع مقدمينا ميثا عبد الجليل ورافد الحارثي. مفاجأتنا اليوم بتكون حق وليد بمساعدة زوجته عائشة، وأخوها أحمد بيكون ويا الكاميرا الخفية بشكل دائم. أهلا وسهلا بكم مشاهديني في حلقة جديدة من برنامجكم جمل دارك. اليوم نحن بنساعد عائشة اللي تبي تفاجئ رجلها وليد بتغيير غرفة الجلوس، وأكيد أحمد باعتباره أخو عائشة بيكون ويا وليد لتأخيره قدر المستطاع. عندنا وايد شغل، خلنا نبتدي يومنا. يلا. هلا عائشة، صباح كيف الخير. صرتي؟ ها طمنينا، أحسن؟ لسه زين، خلنا نشوف غرفة الجلوس. يلا يلا. ها يمكن لو تشوف رافد الألوان اللي هم مستخدمينها كلها ألوان فاتحة. أول شيء لفت انتباهي أنا هي المساحة الكبيرة، هالمساحة بتعطينا يعني إمكانيات كثير ممكن نسويها وأشياء يعني. حلو، اليوم بيكون هدفنا أكثر شيء تصميم، تركيز على تصميم الديكور والأثاث عشان يعطينا أو نكسب المساحة هذه بأفضل طريقة ممكنة. هي. بس في شيء أنا لفت انتباهي عاش، يمكن لفت انتباهكم أنتوا بعد مشاهدينا، ما شيء فاصل بين غرفة الطعام وبين غرفة الجلوس، هالشيء أبداً مو مريح للنظر، لها سبب لازم نحن نعتمد. أنا طبعاً الحين أخذ رأيك وبعد ما أخذ شور عايشة إنه لازم الحين نسوي شيء فاصل بين هاي الغرفتين بحيث إنه يكون مريح أكثر للنظر. هالشيء ممكن يكون تصميم هندسي على الجدران، شو رأيك؟ صح، حلوة الفكرة، وفي نفس الوقت ممكن إذا يضيفوا شيء في خصوصية بين صوت الجلوس وفي نفس الوقت الملابس. أنت شو رأيك؟ تمام؟ تعبانة اليوم. تعبانة اليوم عايشة، خلاص لازم نتفهم بالإشارات. حلو، أنا بخليكم أستخدم بعض أرى بعض وتخلي ترفعين صوته شوي بيصير يجيب العمال عشان نبدأ بالمفاجأة والشغل. شو رأيك؟ أوكي. يلا. وأنا الحين بجيب ورقة وقلم ولازم نتفهم أنا وأنت بالورقة وقلم. الصالة حاليا فيها عدد كبير جدا من قطع المفروشات من غير تناسق بين أشكالها وألوانها أو حتى توزيعها. تقسيم المساحة الموجودة يمسح منها أي حميمية عائلية ويدفع بالتلفاز إلى زاوية الصالة. مع فريق جمل دارك راح نشوف كيف اليوم راح نحل هالمشاكل ونجمل دارهم. بحيث أن يعطي طول ومدى للصالة أكثر. ها ميثا، شو المخطط؟ ها شوف، احنا قررنا بسوي هالتصميم حتى يعطي شويه مدى للصاله اكثر، يعطي فاصل بين الصاله والجلوس. نحن الحين بنفضي الصاله فهي تعطونا مجال على اساس. انزين، نحن بنكمل التصميم داخل بس تخلص سقرنا. يلا تعال. يلا. بعدد كبير من المفروشات راح يحتاج الفريق لجميع الموجودين. ما اعتقد ان ميثا ممكن تاخذ راحتها بالنقاش والتصميم، تلزمنا الحين العجلة والخفة توفيراً للوقت والجهد. الموقع دقيقة رافد، شوف 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 شو سوي رافد. فيسبوك قفل. ها شوف. ممكن تساعدني؟ يلا شوي بنخليه في البلكونة. ايوه يلا جد الشيء اول. لا لا انت 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 الاول، انت اول رافد، انت اقرب، انت اقرب تجيله. يلا هي سير سير من يميني. تعال أيوة. تعال احنا بنحطها على الارض. حطي حطي. اذا سالته ليش نحن مخلين وحافظنا على هالطاولات، لان نحن بنخليهم وبندخلهم في الديكور الجديد ولانهم وايد حلوين وانتيك. أحياناً المهندس رافض يصر إنه يكون أول من خلال الأبواب، وأحياناً الدرايش، وميثة تتحمل
إلا إذا كانوا متعاونين على حمل شيء ثقيل. ساعتها الموضوع ما في لا أول ولا ثاني، بس أسرع لو سمحت يا رافد. تأكدوا من وجود مساحة كافية لتخزين اللي تريدون إعادة استخدامه، وأزيلوا أي زوائد من الأرضية لسلامتكم، وأطفئوا أي أنوار قبل تحريكها لأنها وايد حساسة. شو باجي؟ يلا شو باجي؟ أميثة هلا، خلصت الأرضية؟ يلا أنا حين هني خلص، بس ما أعرف شو باجي. زين انا بصير بشتغل فوق وانت خلصي الارضيه عشان نبدا نجيب الاغراض. اوكي زين، اقول لك خلاص ترى بس باجي هناك. يلا اوكي انا شوي. الغرفه الحين ما فيها اي شيء الا فريق العمل مع عدتهم يعني، بس نقدر نبدا نحضر للاصفار. مثل ما تشوفون مشاهدينا في كل حلقات دائما نغطي الارضيه قبل ما نبدا بالدهان، نغطي الارضيه ونغطي الزوايا بعد. جيت هلا ميثا، شو صار وياكم؟ ميثا بعد ما خلص دقائق زين انا بحطه هني. هي حطه هني احسن انا اخلص. انا بحطه هني لانه خلينا نختصر وقت، عندنا وايد شغل وبعدنا ما سوينا شيء. حلو. اخو عائشه احمد بيكون مصور كاميرتنا الخفيه اليوم بحجه انه قاعد يسوي فيلم قصير عن يوميات وليد، وبيتم يخبرنا عن مكان وجودهم طول الوقت. الأرضية جاهزة ومحمية والهمة عالية وقوية، والفريق بدأ بتحديد العلامات على الحائط وتشكيل الحدود حق الأصباغ. رح يتم وضع التشكيل على الحائط بطريقة تفصل بين المساحة المخصصة للطعام والأخرى الخاصة بمنطقة الجلوس. رافد بجهز لك المعجون لنا نتخلص. نزيل؟ يلا وأنا بخلص هذه الاسكرات. يلا معجون عشان نبدأ بالدهان. ومع ان ما في بناء لفاصل واقعي وملموس، لكن التأثير النظري بيكون قوي باستخدام الشكل الهندسي المتدرج بعيدا عن مساحة طاولة الطعام. الفاصل بيكون واضح للنظر. طبعا مشاهدين، النوع هذا من البلاستيك يدخلنا المسمار يمكن يأثر على شكل الجدار، وبالتالي ما نقدر نصبغ وما نقدر نحط المعجون، لكن نحن نستخدم الحين الدريل أساس أن يفتت النوع هذا من البلاستيك ونحط المعجون ونقدر نبدأ بعملية الدهان. والحين بعد ما غطينا هذه الفتحات بدينا جاهزين لعملية الدهان. عايشة مشرفة مدرسية، لكن خلال إجازتها المرضية رح نساعدها بمفاجأة زوجها وليد بتغيير صالة الجلوس اللي كانت مليئة بعدد ضخم من الأثاث وفاقدة الحميمية المرغوبة بغرفة من هالنوع. خلنا نشوف لأي مرحلة وصل فريقنا بمشروعنا اليوم مع جمل دارك. يعني لازم يوم تخلطون الصبغة تخلطونها باتجاهين، لأنه لو خلطتون باتجاه واحد بس ما بيعطيكم النتيجة اللي هي يكون صبغ موحد اللون. تقسيم المواقع المختلفة على اليدار انتهى، والزوايا تم تحديدها بحد رفيع من نفس اللون اللي بنستخدمه، بقى بس تعبئة الفراغات الكبيرة. أنا حين صرت جاهزة أني أنا أستخدم وأبتدي بهالي الدار، واستخدمت أسفنجة جديدة عسبتي وحطيت عليها مي لتمتص كمية من الصبغ وتوزعلي بطريقة حلوة. أكيد من الأفضل استخدام فراشي وإسفنجات جديدة دايماً، لكن بعد انتهاء عملية الصبغ نقدر نغسل وننظف جميع الأدوات من الصبغ ونعيد استخدامها مرات عديدة،
لكن لازم نكون متأكدين 100% إن كريم تم تنشيفه بشكل كامل من الفرشاة. أولاً حددوا جميع الزوايا والحواف وخلكم على نفس الاتجاه بالصبغ فوق لتحت أو يمين ويسار تفادياً للأثار والخطوط اللي تصير واضحة أكثر لما تجف. لين ما يكون باقي الفريق خلص اللون الأساسي على اليدار ميثا راح تجهز اللون الخاص بالتصميم. على فكرة أنا يوم فتحت اللون حصلت أنه مو بهذا اللون اللي أنا طلبته على سبتشي، لازم نحن الحين نسوي خلطة عجيبة وسحرية من الألوان اللي عندنا نشوف لون يكون أكثر شيء مناسب للون الأساسي. فحين أنا حطيت الأخضر وبحط هاللون اللي أنا ما عارف ليش أصلاً هم جايبينه، بس نحن بعدنا بدرجة أفتح من هاللون لأن هاللون غامج شوي، فبفتحه بالأبيض. كن حريصة ما بأستخدم كمية أبيض وايد، شوي شوي، وبعدين إذا بغيت بزيد بغيت بزيد. شوف رافد، هذا هو كان اللون الأول، بس 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 يبالي شوية أبيض. زين خلاص، مثل ما تشوفون خلطنا كل الألوان اللي عندنا وسوينا درجة وايد حلوة من اللون الأخضر مثل ما تشوفون. وحين نحن جاهزين نحن نسوي تصميم. يلا أخو عايشة أحمد قاعد يكمل مهمته بتصوير جميع خطوات زوجها وليد أثناء غيابه عن المنزل وإخبارنا بكل تحركاته في حال قرر إنه يرجع البيت فجأة. بما إن الألوان على الدار جفت تقدر ميثا تبدأ بالعمل على التصميم الفاصل بين المساحتين. ميثا هلا، شفت بديتي بالتصميم اللي سويناه؟ هي ترى انت رحت تسوي شغلك، انا قلت هي بسوي، ترى انت اللي علمتني. توني مخلص صبغ. زين انت خلصت الحين؟ خلاص بستغنى على هالجهه. هي انا بس بتم هني، انت سوي الصبغ الثاني. زين انا بصير الجهه الثانيه بشتغل عليها. زين اقول لك رافد، القياسات مكتوبه في الورقه هناك، نفس القياسات هذه، مو مشكله. مع ان ميثا كتبت القياسات حق رافد لكن أصر أنه يعيد أخذه بنفسه، لكن من الممكن أن حبه للدقة والتأكيد يشكل عائق بيننا وبين إنهاء المشروع بالوقت المحدد. ترى هذه مو آخر خطوة اليوم ولازم ننهيها بأسرع ما يمكن عشان ندخل الأثاث ونركب المعلقات على اليدار. هميدة وصلتي؟ أنا خلصت. خلصتي؟ انت خلصت؟ حلو، انا قربت اخلص. طبعا لان عارفين ان صبغ اليوم بياخذ وقت طويل، عشان شي مشاهدينا صرت انا ورافد امس اشترينا كل الاغراض اللي نباها وان شاء الله توصل الاغراض في نفس الوقت اللي بينشف فيه الصبغ. لكن قبل لا ينشف الصبغ كانت الشاحنه بانتظار رافد، وبدقائق معدودة كانت جميع محتوياتها بطريقها للصالة، وبهالأثناء ميثا تقدر تخلص التصميم على الإدارة الآخر بسرعة. مثل ما تشوفوا كل شيء صار جاهز، ورافد بسرعة نزل تحت لأن سيارة الأثاث صارت واصلة، وحين لازم نظف أنا والشباب وكل تيم جمل دارك الصالة. يلا خلنا نظف كل شيء، نظف كل شيء نطلع. طبعا مشاهدين هذه نقطة جدا مهمة في عملية إزالة الملصق من على الجدار. طبعا أخذناه بشكل عمودي، دقيقة، أخذناه بشكل عمودي بهالطريقة ممكن أثر على البوية وتنشال البوية برا، لكن إذا أخذناه ضغطنا وسحبناه بهالطريقة ممكن تحافظ على البوية وفي نفس الوقت يكون نظيف وشكله جميل في نفس الوقت. الحين صرنا في اللحظات الحاسمة، لازم نطلع كل شيء ولازم كل شيء من الأثاث يطلع هني ويكون جاهز لأنه خلاص قرب يوصل وليد ونحن مستعدين للمفاجأة اللي بتسويها عايشة. بعده مو مناشف. طبعا الخط الأزرق اللي تشوفونه مشاهدينا طبعا ما ينشال إلا بعد ما ينشف التصميم، بحيث أن نجيب قماشة مبلولة بالماء ونشيل الخط الأزرق ويكون الشكل جميل. بعد إزالة جميع العوائق من الطريق نقدر نكمل تنظيف الأثار البسيطة وإضافة الرتوش الصغيرة اللي تشكل الفرق بين مجرد متابعة للمخطط والعمل الصحيح والمتقن.
مهدا خلصتي؟ هلا. شو هذا؟ انا بصراحه طلعت الاثاث عيبتني وطلعتها على طول. زين الاثاث جاهز والحين بندخله. خلصي اساس ندخل كل الاثاث. زين يلا الحين ابغى اخلص وبعدين باي بساعدك. يلا. وليد مكمل تمثيله بالفيلم اللي باعتقاده أحمد قاعد يسويه بدون ما يكون عنده أي فكرة عن المشروع اللي راح يغير الصالة في بيته بشكل كامل. بعض الأثاث وصل للصالة والباقي قاعد يوصل بدفعات متعددة، لكن مع وصول كل دفعة يتم تفريغها من الصناديق الخاصة فيها بسرعة وتركيبها بمواقعها النهائية بعد عملية التجميع. ومع كل دورة من تفريغ وتركيب لازم ننظف المكان من الصناديق القديمة ونفسح المجال للقطع اللي توصل انها تدخل بدون تأخير. القطع الأكبر دائماً لها الأولوية حتى تساعدنا بتكوين شكل الصالة المبدئي. قبل تركيب أي معلقات أو رفوف من الأفضل وضع باقي الأثاث أولاً لأنها تأثر على مواقع تركيبها على جدران مثل التصاميم المرسومة أيضاً. هني محمد. لا بس هذا هني 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 على حسب المخطط ولا لا 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 هو مفروض هني الكرتين يونشي عساس يسوون فاصل بينه وبين غرفة الطعام. لا نشوف الحين هي بس هذا هو شي تعرف هو شي حين انت ميودنا هذا آه لا مو بهذا هذا من وليد جاي على الطريق حين. اذا لازم نستعجل ونخلص باسرع وقت. لا تنسون انه ميثا ورافد لازم بعد يبدلون ويتجهزون لاستقبال وليد. لكن قبل ما اي حد يتجهز لازم تكون المفاجأة جاهزة 100%. انا الحين سايرة اسأل عايشة تعطيني صورة عشان احطها في البرواز. طبعا مشاهدينا هذا الجهاز يستخدم اذا كان اي شيء معلق على الجدار يكون بشكل مستوي. كيف نتاكد انه بشكل مستوي؟ اذا شفنا هالفقاعه بين هالخطين يعني معناته ان اي شيء معلق على الجدار بشكل مستوي اذا كان بين الخطين. نعيد ونشوفها. طبعا هالفقاعه كانت بين الخطين اذا اللوحه هذه مستويه. رافد اي صوره احلى؟ زي هذا هو البطل اللي مختفي عنا طول اليوم. هذه حلوه هذه حلوه. مسلسل يوميات وليد انتهى وفريق الكاميرا الخفية استلم المهمة وخبرونا ان وليد وصل موقف السيارات حق المبنى. جميع اعضاء الفريق لازم ينهوا مهماتهم ويختفوا من موقع العمل اللي صار الحين موقع المفاجأة. رافد هلا. اقول لك ترى قاعد اسوي اللمسات الاخيرة انا. يلا جيت على فكرة وقالت لي ان رايلها بالضبط عقب 5 دقائق بيت. 5 دقائق؟ لازم الحين ارتب كل شيء. انزين الحين انت بتبدل وانا بعدي بالي ابد. الخمس دقائق شائعة خطيرة. الريال وصل وبيطلع البيت باي لحظة. يا ريتهم يكونوا جاهزين. بس السلام عليكم. وليد. أحمد. وليد شحالك؟ مرحبا وليد. رافد الحارثي وميثا عبد الجليل من برنامج جمل دارك. هلا. طبعا نحن مسوي لك مفاجأة لكن قبل ما نرويك المفاجأة لازم شوي عليك تعيد من أول. رافد الحارثي وميثا عبد الجليل من برنامج جمل دارك. قبل كل شيء لازم أغمض عيونك عشان تشوف المفاجأة. موافق؟ عايشة مسويت لك مفاجأة. يلا نسكر عيونه. تفضل أحمد. زين.
خلنا ندخل البيت. يا ريت تنزل محمد على الساس. أيوة. تشوف مفاجأة وتكون متفاجئ بهذه المفاجأة. زين خلنا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا هالمفاجأة كانت بمساعدة زوجتك عائشة وأحمد. وأحمد بعد ما شاء الله شوف وياك. زين. يلا جاهزين؟ 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 يلا. بسم الله. يلا تفضل. نحن في وين الحين؟ طبعا انا بعرف البيت لذلك مسكت باب البيت. نحن بالصالون. الصالون. شو تحس شيء متغير؟ في ريحه الان. ها؟ في ريحه. لها طبخ هاي نسوي لك. انزين يلا جاهزين؟ يلا جاهزين؟ يلا. واحد اثنين ثلاثة. اكيد ترى طالع من البيت الصفر صح؟ لا عفوا لاني انا دائما كثير من الاحيان بخربط وبدخل عند الجيران تحت. هلا عن جد هو انا متوقعت انه مثلا مزبطين بس انه هذا عفش جديد ما شاء الله. الصالة القديمة كان فيها عدد كبير جدا من قطع المفروشات ومن غير تناسق بين اشكالها والوانها او توزيعها. تقسيم المساحة الموجودة كان يمسح منها اي حميمية عائلية. مع فريق جمل دارك تم حل جميع هذه المشاكل باستخدام تدرجات الألوان الخشبية لتشكيل مظهر متناسق مع توسيع المساحة بإعادة توزيع أماكن الجلوس وتشكيل صدر رحب يجمع العائلة خلال أوقاتهم مع بعض وكل هذا بيوم واحد فقط. مبروك عليكم وليد وعائشة. مثل ما تشوفوا مشاهدينا أنا وكل فريق جمل دارك موجودين حين وسعيدين ونحتفل بهاللحظة مع العيلة الأكيد وايد روعة مكونة من عائشة ووليد ودودي المختفي عنا طول اليوم. وليد خبرنا أنت متعود مفاجآت من عائشة؟ والله أكيد دائماً زوجتي تحب تفاجئني يعني بشكل مستمر لكن مفاجأة عن مفاجأة تفرق يعني. مفاجأة اليوم شو رأيك فيها؟ مثل اللي واحد أكل 50 جرام غدا يعني ما راح أنا طلعت الصبح من بيتي و طالع بس ارجع لايدي ما شاء الله يوصل. القصة ان هذا هو مفاجأة جمل دارك انك كنت سعيد في نفس الوقت مو بقادر تعبر عن ساعتك. بس كيف يعني هذه زوجتي اللي دبرت بس كيف ما وراء الكواليس نقول هاي بعدين. عموما نحن نتمنى مشكورة يعني كلياتكم مشكورة. نحن نتمنى ايامك كلها مفاجآت وتكون مفاجآت طبعا حلوة وتكون اعلى من مستوى يعني توقعاتك. يعني هو وجودنا بدولة الامارات الحالة مفاجأة ونحن نتشكر على البلد الطيب والاهل الطيبة. جميل ومشكورين. حلو انا شاكر لك وليد وانتم بعد مشاهدينا ان شاء الله مستانستوا بهذه الحلقة الجميلة وهذه المفاجأة الجميلة. ترينا في حلقة جاية من برنامجكم جمل دارك. مع السلامة. هذه كانت إحدى مفاجآت جمل دارك. تابعونا مشاهدينا في الحلقة القادمة ولو حبيتوا تشاركوا ويانا اتواصلوا معنا على الموقع الموجود أسفل الشاشة.